رجعنا لكم مشاهدينا أكيد بعد هذا الفاصل، ونرجع لموضوع السفر مرة ثانية وبتفاصيل الآن الدقيقة. راح يكون معنا ضيفنا الرحالة سليمان روضان، حياك الله ويانا في برنامج رايكم شباب. الله يحييكم، هلا فيك. يا هلا ومرحبا فيك سليمان على وجودك معنا وعلى الاكتشافات اللي أنت اكتشفتها في البداية. كلمنا كم دولة سافرت تقريبا؟ هذا سؤال اللي دائما أسأله بالبداية بس إجابتي دائما تكون هي مو على عدد الدول اللي أنا رحت لها الصراحة، على التجربة اللي أنا سويتها في هالدولة. ممكن أكون رايح لها أكثر من مرة بس كل مرة قاعد أجرب شيء مختلف بالدولة، فما أعتقد يعني عدد الدول هو معناته أن أنا راح أصير رحالة إذا رحت دول أكثر. فصراحة ما عديت يعني تقريبا 30 دولة، متأكد أنه أكثر من أكيد 30 دولة تقريبا. إيه يفرق يعني تخيل أحد مسافر 3-4 مرات ما راح يكتشف شيء للحين. أكيد طبعا هي حتى لو يعني الدول اللي إحنا متعودين نروح لها أو خاصة الكويتين أو الخليجيين مثلا، لو تشوفينهم بلندن أو باريس أو هذا، ممكن أنت بلندن أو باريس تروح بس راح تسوي شيء مختلف. صحيح يعني في وايد مهارات ممكن تكتسبها غير السوق والمطاعم والأشياء هذه. هم عندهم أنشطة ما لا تأهل البلد يعني، ومعقول الناس قاعدين هناك وما قاعد يسوون شيء غير اللي إحنا نسويه كل مرة. فإحنا ندش بموضوع الناس اللوكلز شو يسوون ونحاول نتعلم من تجاربهم هذه ونجربها إحنا. أساس يعني الواحد يغير شوي، يكسر الروتين اللي تعود عليه. ودام على قولتك دشيت مع اللوكلز فأكيد واجهت مغامرات في السفر، وكلمنا عن هالمغامرات وشنو تعلمت من السفر. والله أول شيء كمغامرات يعني ما أدري إيش بعدد لك. يعني نبي على قولتهم اللي ما تنساها. يمكن اللي أتذكره اللي توي يعني أي منها كانت سفرتي حق السنغال. هذا صدق يعني من أغرب المواقف حتى اللي شفتها. يعني أنا كنت حتى قاعد أصور بسناب وقاعد أنقل حق الناس والهذا السوشيال ميديا، بس اللي شدني ان يعني كنت رايح الدوله حق شغلتين، شغلتين ما كانوا بالشيء اللي تخيلته. واكتشفت شيء ان يوم رحت شارع من الشوارع، مع ان هذا ابسط الاشياء يعني ممكن انت تفكرون فيها ان تروحون تشوفون هالشيء، ولقيت ان كنت راكب حنطور وقاعد يتمشى عادي بيوريني المدينه القديمه وما ادري شنو، بس دخلنا شارع الفارمر شو اسمه اريا مالت المكان اللي يعيشون فيه، ولقيت ان على عدد الناس اللي كانوا موجودين سبحان الله كان اكو دبش حيوانات. كان المنظر الغريب اللي انا شفته ان قاعد اتامل فيهم، بس والله يعني حسيت انه في كونكشن قاعد يتعاملون مع يعني العوادم والحيوانات. كانوا في يعني الياهل يدز راسها تقرب منه الخبزه من ايده، بعدين يركبون يناقز فوقها يعني. فمن اغرب المواقف اللي انا شفتها، لان صدق حسيت انه في يعني في كونكشن بينهم، عايشين معاهم يعني نفس العدد وموجودين بالشارع وقاعد يتمشون، يدخلون البيت يطلعون من البيت تلقينها بالسطح تلقينها بالشارع مستمتعين واليهال والناس، فكنا شيء عادي. فحسيت انه شنو هذا؟ شيء وايد غريب. وايد غريب يعني، مع انه هو ترى شيء بسيط انه يعني ممكن تشوفين اي دوله فقيره تلقين حيوانات بالشارع هذا، بس بهالمكان بالذات حسيت انه صدق فعلا كان في كونكشن بينهم. ما ادري استغربت انا صراحه من بيئتهم، تلقاهم اكيد متربين معاهم بالضبط. يعني تلقى الحيوانات يعني ما حسيت بالفقر اللي ممكن اشوفه باي دوله اني اشوف حيوانات وقاعده بالبيت وهذا. لا حسيت انه مو فقر، هذا في علاقه، في شيء يلفت اكثر من الفقر اللي هم كانوا عايشين فيه. بس نبي نعرف عشان نطلع من الجزئيه الثانيه ايضا، شنو تعلمت من السفر يعني أكثر؟ انت ما شاء الله توكم غطيته ويتراوي اللي قلته السبع والخمس والهذا، بس إن انا ما يعني صراحه يعني اعتقد اللي تعلمته او اللي شفته مساله التايم مانجمنت او التنظيم بشكل عام. يعني انا دائما لما اسافر احاول ان اكون خفيف كثر ما اقدر، كجنطه، كاوراق احطها بمخباتي، اشياء احاول دوكيومنت تكون بالتليفون، ما اشيل يعني اوراق واشياء كذي تلعوزني. فتنظيم الجنطه لازم انا، لان ما احب اسافر بجنطه عوده، دائما بالكاريون مالتي واقعد اتنقل على راحتي. هذا يساعد سيفنج تايم، اوفر وقت، اوفر حتى مصاريف ساعات الطيران اللي دول القريبه دائما يشرجك على هذا. فهذا كله يعني من السفر تعلمته صراحه، اني انظم نفسي وانظم وقتي. زائد ان مساله التقبل، يعني احنا خاصه مجتمعنا هنا بالكويت ربينا دائما ان الخدام هي تسوي كل شيء، ودائما يعني ساعات في ناس يعاملونها ما كانها واحد منهم، هي تخدمين وما لنا شغل فيك. بالعكس صحيح. هذا شيء ان لازم في تقبل بينك وبين اي احد حوالينك، سواء بالنهايه كلنا اوادم، فلازم تقبل اي جنسيه، لازم تقبل اي ديانه، لازم تقبل كل الناس اللي حوالينك، مو
مو بس انت اللي عند نفسك انه تكون والله انا الزين وانا هذا، لا بالعكس لازم تقبل الكل. ممتاز. تكلمنا عن الفوائد من ساعه كان موضوع حلقتنا نسمع عقبت ان فوائد السفر، فشنو اكثر الفوائد اللي يعني اطلاعك على الحضارات الثانيه، طريقه معيشتهم، طريقه عباداتهم، هالاشياء هذه شنو غيرت في سليمان؟ والله مثل ما قلت لك، ما يعني اللي تغير فيني ان انا مهما كان اللي الشخص اللي قدامي او شنو يعبده وشنو ديانته وشنو جنسيته، يعني كلنا موجودين اللي يعني اوادم لازم نتعايش. فهذا يعني من اكثر الاشياء اللي تعلمتها، ما لي شغل انت لكم دينكم ولي دين مثل ما ذكر، مبادئهم، أخلاقهم، طريقتهم في المعيشة. يعني أنت تعرف هناك الدول برا عندهم مبادئ ودائما يمشون على هذه المبادئ. صح. حتى مثل ما هم عندهم مبادئ، دائما لما نروح يا نتعلم منهم الزين يا نخلي لهم الشين. لازم الواحد أكيد لا تأخذ منهم الشين. بالضبط. فأنت إذا رحت أكيد هذا الشيء راح يضيف لك، ما راح ينقص منك. صحيح. فإذا أنت عندك أنت مبادئك وتعتز فيها، هم لما تروح شيء يعني ديرة وتشوفها بعدهم يعني مرتبين وناس خلوقين وهذا، ما تنقل لهم أنت الطابع السيء اللي عندك أو الزين. أنت تعلم منهم، إذا شفت شيء زين خلله أخذه منهم، وإذا شيء خل لهم. صحيح. فهذا يعني كمبادئهم بالعكس دائما راح تضيف لنا بالسفر. هذا انا اتكلم عنه، حتى لو كانوا هني موجودين بالكويت ما يمنع ان نختلط معاهم وهذا. صحيح. واحنا مختلطين اوريدي معاهم، بس ما قاعد نعطيهم او ما قاعد نعطي نفسنا المجال ان نختلط معاهم ديانتهم تفكيرهم بهذا. دائما احنا بس يعني قاعد الاحظ من كلامك سليمان بان اليوم صار عندك جرأة اكثر بانك انت تتلاقى مع ثقافات اخرى وعادات اخرى من بلدان. عكس يمكن أول سفرة يمكن شوية في الكالتشر شوكت، خلينا نقول صدمت من بعض الأمور، لكن اليوم أتوقع أنت تقدر تنسجم مع أي دولة تسافر لها، وهذا مو أي واحد ممكن يكون. هذا بعد من فوائد السفر، أنك أنت خاصة إذا كنت، أنا قبل دائما أسافر مع جروب مع ربعي وهذا، ما كان عندي الجرأة أني أسافر بروحي صراحة، لأن أنا نوعي وايد اجتماعي وأسولف هذا، فما أتخيل نفسي أقعد في فندق راح استاحش يعني متأكد، أو أني أروح الفندق بروحي أو أكل بروحي وهذا. بس بعدين يوم شفت أن يعني يوم قمت أسافر بروحي، قمت أحتك بالمحليين، قمت أطلع معاهم، لازم أختلط معاهم. فهذا يعني من الأشياء اللي إجباري أنك أنت لازم تتعامل وتقبلهم هم شنو، مهما كانت يعني مهما كان تفكيرهم وديانتهم أو يعني فعلا. ممتاز. زين إذا بنتكلم أكثر يعني معاك عن السفر، وفي بعض الأشياء اللي صارت معاك أنت ما تنساها، يمكن نشوف الصورة مع بعض، تكلمنا عن هذه الظاهرة. هذه كانت بأيسلند، وفعلا من يعني من أحلى الظواهر اللي يعني كالشعر ينبي يوم شفتها، لأن دائما أشوفها بالصور. بس شنو الموقف اللي صار؟ أول ما وصلت أيسلند كنت أنا منظم هالرحلة، كانت جروب. أول ما وصلت كنت حتى بجرب أسكن بهوستل، اللي هو أنك تشارك الغرفة مع أحد غيرك. صحيح. وشفت تعرفت على اللي كان قاعد، وقال لي ترى اليوم أول توني داش أنا وتعبان جاي من سفرة طويلة من الكويت، فقال لي اليوم ترى يقولون الرؤية مالت النورذن لايت أو الشفق القطبي وايد واضحة، فلا تطوفك لأنه مو دائما تكون كذي. والله عاد ما صدق خبر، عاد تعبان وهذا، بس قلت يلا أنا هياي هني بسوي كل شيء. فعلى طول حجزت أول يعني أقرب رحلة لهذا، وركبت الباص ورحت معهم. أنا طبعا أول ما ركبت نمت بالباص على طول، بس حسيت إنه وقف، كان أقعد من النوم، نزلت أطالع الشفق القطبي، ولا شفته باهت وهذا، واحد ماسك كاميرا يمي وقاعد يصور بالكاميرا، طالع اخضر وشي قاعد نشوف علينا بالصور كذي وهو بالطبيعه خرطي. والله بس ركبت الباص وهم نفس الشيء، نمت على ما راحوا هم، لانه هانتنج يروح يركب مكان ويتنقل. ممتاز. فوقف الباص، كان اقوم من النوم. نزلت معاهم اطالع نفس الشيء، باهت ما في شيء ولا واحد من الاجانب يقولون 6 اوكلوك يعني طالعوا الساعه 6 يعني افتروا طالعوا ورا، ولا شوف ما شاء الله شيء يعني نسيت الكاميرا نسيت التليفون. بس سبحان الله ظاهرة وايد غريبة تصير يعني بالشفق يعني بالجنوب والشمال بالكرة الأرضية، من هي انفجارات تصير بالشمس وتلون السماء، كل ما كانت الغازات مالتها قوية كل ما تلونت، فاللي شفناها كانت وايد كبيرة وتلون بنفسجي على أخضر.
كانت عجيبة. فعلا هذه التأملات اللي قلت لك عنها هي صحيح. أنا مساعدة ذكرت بداية الحلقة أن هذه التأملات عبادة تخلي الشخص يشهق من غير هو ما يحس يقول سبحان الله. فعلا موقف جدا جميل. سليمان عرفنا أن هناك عندك اهتمامات تطوعية ومؤسس فريق لهذه الأنشطة. يا ريت تكلمنا. كسفر ولا أنا أسوي من وقت لوقت أنظم رحلات. بالفعل بس هذا كله يعني اجتهاد شخصي. المسابقات والأشياء هذه إيه. هذا بندش على موضوع. يمكن صار بعقل الباطن لما أسافر وأشوف هالأشياء خلاني أسس فريق جداريات. أنت تقصدين حق الرسم والجرافيتي؟ صحيح. فهذا يعني تقريبا السنة اللي طافت بداية السنة. دائما صدق احنا لما نسافر نستانس، يعني لما ندش شوارع نتمشى فيها حتى لو ما كان في شيء نستانس ان احنا برا وقاعد نشوف اشياء حلوه. اللي حليها انه فعلا يستخدمون الفنانين المحليين اللي بالديره هذه ويخلونهم حتى لو كان مكان قديم ومهجور وهذا تلقينه ملون ويونس الواحد يتمشى فيه. فمن هنيه الفكره من تاسيس فريق جداريات صراحه كانت حتى بالصدفه، يعني ما كنت مخطط لها ابدا بدايه السنه اللي طافت. وصار في دعم من وزارة الشؤون بتأسيس الفريق، يعني وهم أشكر الوزيرة هند الصبيحة هي اللي دعمت تأسيس الفريق وبالفعل صار واقع. والحين عندنا أنشطة مختلفة منها، لأن الحين الوضع بالصيف شوية يمكن صعب أن الواحد يشتغل ويرسم برا بالشارع، فجت الفكرة من اتحاد الصناعات الكويتية أنه يتبنى مسابقة تلوين حق الأطفال من عمر 4 سنوات إلى 16 سنة بالتعاون مع سنتر أوف ذا آرت وفريق جداريات على أساس يسوون هالمسابقة ونسوي نشاط صيفي على الأقل، يعني يشغل وقت اليهال ويشوف إبداعاتهم، لأن الطفل من هالعمر لما تعطيه ورقة وقلم ويقعد يرسم ما راح تقدر تفهمه إلا من طريق رسمه، يعني ممكن في شيء بباله في شيء بمخه بس ما راح يعبر فيه بكلامه ما راح يعبر فيه بالرسم. فمن خلال هالمسابقة نشغل وقتهم بالصيف، مسوين لها يعني طبعا جوائز تحفيزية حق الأطفال هذه، وهي راح تكون على آخر مدة للتسجيل باتشر مكان يعني التسجيل يلا يمديهم اللي ما سجل. بالفعل يعني وايد وايد حلوة المسابقة، يعني أنا بروح وبقعد أجابلهم من كثر ما أنا مشتط عليها. لأن يعني سنتر أوف ذا آرت إذا هو ما رسم بطريقة يعني ممكن أحد يعني من الموجودين بالمركز نفسه راح يتعلم يعني المبادئ أو الأشياء اللي ممكن تطور مهارة الرسم. تسجيل وراح يكون سليمان بس أساس الناس الحين اللي بيكون بسنتر أوف ذا آرت اللي بالشويخ، حتى ممكن بالإنستغرام يكتبوا سنتر أوف ذا آرت راح يطلع لهم اللوكيشن وتليفونهم وكل شيء موجود. ممتاز. أو بموقع صفحة اتحاد الصناعات الكويتية بالإنستغرام وهم موقع جداريات كلهم راح تلقون طريقة التسجيل رقم التليفون، ممكن يعني مثل ما قلت لك حتى التوفيق. لو ما كان راح يفوز الياهل على الأقل بيتعلم مهارات الرسم من خلال هالمسابقة. كل التوفيق للمشاركين أكيد بهذه المسابقة. إن شاء الله. شكرا على حضورك. احنا فخورين بالشباب اللي قاعد يستخدمون السوشيال ميديا في اختصاصاتهم مجالاتهم وهذا شيء جدا ممتاز. أسأل الله يوفقك يا رب وأكيد نلتقي فيك بحلقات جاية إن شاء الله. مشاهدينا مستمرين معك.